Salam alaikum. Salam alaikum. Azul Flown, خوتنا وناجريه partout dans le monde. Vous êtes. الموضوع فيما يخص اليوم موضوع مهم للغاية، لكن كنا طرقنا له في 4 نوفمبر. ممكن ترجعوا ل 4 نوفمبر وين تكلمت على أشياء كان يعني متوقعة ويافين prediction كما يقول لك. كنا نشوفوا انه ممكن تصرى، لكن صرات البارح لو 24 نوفمبر، وقعت هذه الموافقه اللي هي موافقه بين المغرب واسرائيل، لكن احنا نقولوا بالنظام المتواجد في المغرب، النظام الطاغي في المغرب الملكي اللي هو بغي يتصرف ويتحكم في الشعب المغربي، مثل الطريقه اللي يتحكم فيها العساكر في الجزائر، لكن كل واحد يرى لها يعني المنفعة تاعو، منفعة تاع السلطنة في المغرب والحاشية تاعهم، لكن لا ينظرون للشعوب ولا في الجزائر مثل الشيء. سي لا ميم شوز. يعني قيادة الأركان مخابراتها بكل شيء تنظر لمصلحتها، ما تنظرش لمصلحة الشعب. يخدموا قوات خارجية، ما يخدموش الجزائر. كنت قلت في هذيك المداخلة في الفيديو، قلت أن حرب بين الجزائر والمغرب حرب خاسرة. أولا هي خاسرة للشعوب مهما كانت في المغرب أو في الجزائر، أن الشعوب هي التي تموت، أن الشعوب هي التي تضيع، هي الشعوب التي تجوع، ليس القيادات وليس الحكام مهما كانوا أمراء أو قادة أو سلاطين. سي با كي باي لي بوكاسي كيما يقولك. شعب، شعوب هي تتحطم وتتأخر، ولما تتأخر الشعوب يبقى الحاكم حاكم، ويبقى العسكري عسكري، الضباط يبقوا ضباط، وانا اعني يعني قيادات يبقوا في القياده، هما اللي يتحكموا في الاوضاع. كنت قلت في حرب خاسره. لماذا خاسره؟ لان اسرائيل مع المخزن سلطان المغرب قام بمعاهده، معاهده ليس لها بسابقه، ما صراتش جامع لايتي فات. هذه اللي ليزاكور هذول ديفونس بور ديفوندر لو ماروك. كنت قلت لكم اذا كان دخلنا في حرب في لا فيديو تاع 4 نوفمبر، وكان ندخلوا في حرب مع المغرب، الجزائر هي الخاسر الاول، وخاسر الاول عسكريا قبل ما تكون يعني خسائر ماديه وفي الارواح، هذيك ما نهضروش عليها، هذيك تكون كارثه. لكن عسكريا هذه العصابه المتواجده من العساكر على قياده الركام في الجزائر سيكسرون الجزائر، سيكسرون ظهر الجزائر، لان الجزائر ليس لها مقومات او قوه العسكريه، لا نقول مغربيه وانما اسرائيليه. فو بيان سافوار. إذا كان الجزائر عندنا 1000 ميسيل 400 اس وريفر كي تسموه تاع الروس، نقول أنا عندنا سيدي 10000 ميسيل تاع الروس، ونا با لا بويسونس ديزرايل، ونغاز 0.00001 باسكو حنا ما نصنعوش درون، يصنعوا الدرون بالآلاف ويمنحوا المغرب اللي تحتاجه، لانها حرب بالوصايه تكون. يفو بيان كومبروندر لي شوز، حرب جزائريه اسرائيليه بالوصايه. بالوصايه لان المغرب يكون هو الضحيه، والجزائر هي الضحيه، لكن هي حرب بين اسرائيل والجزائريين بوصايه، انها المغرب هي تكون
المنطقة ولا البلد اللي نتناحروا معه. لكن إسرائيل ستمنح القوة للمخزن للنظام المغربي، تمنح هذه القوة، لكن ما نلقوهاش عند حلفاء الجزائريين. قلت لكم فيديو دي 4 نوفمبر، رجعوا لها راهي في الفيسبوك، راني عاودت حطيتها لاني كنت اتكلم مع مشاكل تاع السياران، لانهم مرات ما يفكروش صح، خاصه هذاك الياسيتو كي سي بريتون استراتيج. اول مره في حياه انسانيه اسرائيل تعمل معاهده ما عملتهاش حتى مع الاتراك، رغم انها تصنع عندهم، ما عملتهاش مع الامارات، لكن تعملها مع المغرب لانها عدوها اللدود. اسرائيل هي الجزائريين، مش الحكام الجزائريين، نو ريان افير، ان الشعب الجزائري هو اللي ضد اسرائيل، وهي تريد يعني اخضاع هذا الشعب للعصابات حتى ترجع تحكم فينا العساكر اللي متواجده لينا. لذا يعني لازم يعرف الشعب الجزائري والشعب المغربي هذه مؤامرات تتعامل على أساس حتى يبقى الملك ملك، ويبقى الناهب في الجزائر والمتآمر في الجزائر وقيادة الأركان الخائنة ومخابرات لا غاستابو فرونسيز اون الجيري يقعدوا في أماكنهم. هذه حرب لن تكون فيها الجزائر رابحة، وإنما ستقسم قسما بالله، وهذه فاني نقولها لكم كما حضرت لكم لو 4 نوفمبر، هذا هو اللي جاي. الجنرالات تفكر في تقسيم الجزائر، والتقسيم الأول اللي تقوم به هو إخراج منطقة القبائل من الجزائر، يقطعوا روح وقلب النابض للجزائر، وهما يقلعوا منطقة القبائل، أخواتنا القبائل، يحاولوا أنهم يفصلوهم، لأنها توقع نزاعات، وهما يكونوا أصحابها، هما يكونوا مغذين الماك ولا نيمبورت كيل جروب سيباراتيست، هما اللي غذوه وقسموه، ويقسموا الصحراء لانها هي مربط الغنم كما اقول لك، لانها هي البلاصه سكيل فال بروندر. والعصابات هذه المتواجده لا غاستابو دو لا فرانس اف سون باري دي سارا، وخيرات الصحراء من ذهب من يورانيوم من كله، هذوما وهما شركاء الفرنسيين. لا غاستابو تاعنا هي شركة فرنسا اوفيسيال، شركتها في الجزائر في سرقة ونهب الجزائر. هذو الاشياء اللي ما لازم تسكتوا عليها، الفوبيان سورتير كجزائريين مغاربة، ما تدخلوناش في حرب، تستفادوا منها منتوما، جنرالات هي اللي تستفاد، الروا دي ماروك هو اللي يستفاد باش يبقى على قابض على انفاس المغاربة. نعم، ما تدخلوش في هذه اللعبات، لازم تخرجوا خروج حتى لو يكون يوم الأحد هذه الإخواننا كلكم من الجزائريين في الجالية في فرنسا لكم القدرة أنكم تخرجوا، خرجوا معكم مغاربة، ما تدخلوناش في هذا اللعب الخشين. الشيء اللي يستفاد منه غير الظلام والسارقين والناهبين، الكل من الجزائر ولا المغرب هما اللي يستفادوا، لانه الشعب يتلهى في الحروب، يتلهى في الدماء، يتلهى في المدن اللي تتحطم، لكن عمرهم ما يكون فيه اي مسؤول يضر، ما يضروش لانهم ليهم أماكن يتخبوا فيها في العالم، وليهم أموال. هذا اللي كنت باغي نقوله في هذا الموضوع اللي كنت تكلمت عليه في 4 نوفمبر، وهذا توري ضعف الجنرالات اللي عمرها ما فكرت في الجزائر، لكن كانت تفكر في مصلحة المستعمر قبل كل شيء. جنرالات الدم، مسيو نزار، توني با مسيو، توني كان كفاخ كي اكزيستي اون الجيري، تو توفيق، وهذا بمبركة وجماعته فخيان. عمركم ما انتميتوا للجزائر، لو انتميتوا للجزائر لعملتم علاقات صحيحة، كنت تكلمت
فيديو تاع 4 نوفمبر انكم vous n'avez pas d'alliance d'alliance sincère فيما يخص لا ديفونس مع جنوس لا مع الروس ما عندكمش علاقات يعني اللي تضمن حمايتكم ما عندكم علاقات حتى مع انسان ولا حتى مع فرنسا اللي تحتمون بها ما عندكمش علاقات لان قبل كل شيء فكروا كي ديفلوبي لارم نوكليير ديزرائيل رجعوا لورا رجعوا للستينات والخمسينات في زاني 75 رجعوا شكون اللي ساعد اسرائيل على انها تكتسب القوه النوويه انها فرنسا اللي جربتم منتم قنابل نوويه في الصحراء الجزائريه تاعها ذا يدل على انكم انتم الخيانه الخارجيه جنرالات الدم انتم من ساعدتم اسرائيل على تقويتها حتى تتحكم واضطرت انها تكون في المنطقه وفتحتم لها الابواب عن طريق المغرب لو كنتم تريدون تصحيح الوضع المفروض si vous avez pensé à l'intérêt de l'Algérie et du Maroc il fallait aller s'allier avec le Maroc et depuis longtemps parce que نقولوا حنا الحاجه اللي تكون متوحده ما يدخلهاش بيناتها تقدر تشد الماء لكن انتما vous avez brisé les chaînes باش تقدر تدخل اسرائيل شكون متآمر على الجزائر شكون متآمر على شعب المغرب غير حكامه غير جينيرو اون الجيري كذلك في المغرب سي الروا كي فو اكزيستي ا جامي ليه لو ترون يقعد ليه ولولادو يتآمر على شعبه شكون الخاسر والشعوب الشعوب هي اللي تخسر في لافان يفو با كو الشعب يا في الجزائر يا في المغرب ندو دخلوا في هذا الحرب لان هذا الحرب الخاسر الاول هو الشعوب كاسكي فا فيرشي الريحه وجماعته يفو لونسي كلكو ميسيل يل باف لو فار و لو ماروك يل فا ريبوستي و يل فا ريبوستي بور لونتون باسكو علاه هو اسرائيل سلحوا تسلحوا 100% ومشي قلت لكم سنه 100 سنه هو يتسلح فيه لكن حنا كي سون نو زالي اذا كان عروس قلت لكم الرصاص ما ساعدتش العراق ما ساعدتش سوريا ما ساعدتش ليبيا هذو كل كان تعامل معهم لكن عمرها ما كانت حليف عسكري ودفاعي يعني تدافع البلاد لو كانت عندها نية وما تكونش نية غير تجارية في الأسلحة كانت تدافع على سوريا كانت تدافع على العراق كانت تدافع على عدة أماكن في العالم ومش ما غاديش تدافع على الجزائر باسكو ما عندهاش هذه المعاهدات انهم ينهبوا معهم في الأسلحة بيع الأسلحة وي لكن انهم يدافعوا على الجزائريين نو عرفوا عليه لانها اصلا هي مؤامره الجنرالات من الاول عمرهم ما فكروا يبنوا تحالفات حقيقيه دفاعيه الدفاع الوحيد اللي عملوه انه يدافعوا على مصالحهم هذا اللي لازمونا نعرفوه عباد الله يدافعوا على مصالحهم هذا المصالح تاعهم كانت قويه كانت سرقات في اموال طائله هذا هو اللي فكروا فيه لكن تقوية الجزائر حتى من الناحية العسكرية ما قوهاش وانا تخفال انا قلت لكم انه اذا كان نعملوا حرب مع المغرب رانا نعملوا حرب مع اسرائيل بالوصاية واذا نتكلموا على قوة اسرائيل هي قوة نووية قوة علمية
قوة صناعية، قوة في عالم، في عالم تكنولوجيات متطورة جديدة، وغير ذلك محميين من الأمريكان. كما يقول لك une guerre perdue d'avance، une guerre perdue d'avance، هذا هو اللي ربا يدروا لكم جنرالات، انه يدخلوكم في دوام الدم avec une guerre perdue d'avance. هذا اللي بيته نقوله لأخوتي. صافي جليدي البارح كانوا داروا معاهدات بينهم وبين المغرب، وزير الدفاع الإسرائيلي مع النظام المتواجد في المغرب، عملوا هذا اللي هي أول سي لا بروميير فوا دون لا في ديزرائيل تعمل حاجة كين هذه، إلا أنها هي عارفة أنها تريد تقوية المغرب على الجزائر، لكن من منح الفرصة أنها تكون قوة جنرالات، وما يهمهمش مصلحة الشعب لأنهم عمرهم ما فكروا في مصلحة الشعب. هذا اللي كنت باغي نقوله أخوتي، ميرسي. كنت غبت صافي quelques jours déjà une semaine je pense parce que كان عندنا واحد الجنازة تاع إنسان طيب، إنسان أخ مصري، دكتور بروفيسور نورولوجيك نورولوجي، كان توفى وكان سنه 65 سنة فقط، لكن كان عبقري، من الأوائل اللي تخرجوا في مصر في السبعينات، كان هنا في ليزازوني، كان خدمت معه مدة 15 سنة، كان توفى وكان شوية أمور، الله غالب، إن الله وإنا إليه راجعون. مي أنا ما نسيتش حاجة اللي هي قلت لكم، هي لازم نصنع اللوبي اللي يكون جزائري 100%، وما يفرقش الجديبية، ما يفرقش. أنا نطلب من الشعب الجزائري أن تكون فيه محبة. يفو بيان سافوار الناس ولا البلدان ولا حتى التيمز، لما تكون فيه محبة بيناتهم تكون وحدة. سايتي ربي أعطانا بوكو ديكزامبل، رانا نشوفو فيهم حيين ديكزامبل. Par exemple l'équipe nationale تاعنا اللي نشكروا بالماضي الاعمال اللي راه قام بها، يعني حقيقه وطنيه ووحدويه، جيتي بيان وحده، لكن يفو كومبروندر كيف تصنع هذه الوحده كي نخلو الانسان يحب اخوه، نخلو اللاعب الجزائري اللي متواجد في الجزائر وتربى في الجزائر وكبر في الجزائر يحب اخوه اللي تولد في فرنسا ولا في انجلترا ولا واللاعب، وما يتكبرش على اخوه، ويتوقع هذيك المحبه، توقع هذيك اليونيون كونسوليداسيون، هذيك لا كونسوليداسيون هذيك الفا كري اون يونيون، وهذيك الفا كري اون فورس دون نيمبورت كيل دومين، مهما كان تيم ساكر بلاير تيم ولا باسكتبول تيم ولا شاب، بيناته لو تكون فيه المحبة، وتكون المحبة صادقة من القلب، تبني وتبني قوة، وقبل ما تبني القوة تبني الوحدة. هذه هي الأشياء اللي ما لازمش تخفى علينا، لكن هما هذو المخابرات وهذو ما بيبغوش تكون هذه الأشياء، ما بيبغوش تكون محبة في الشعب، ما بيبغوش الشرق يبغي الغرب، ما بيبغوش قبائل يبغوا الصحراء، هذه ما يبغوهمش، لاني في الحب هذا والتلاحم تكون فيه الوحده والقوه. ليكيب ناسيونال راكم تعقلوا، طول مون سو سوفيان كان قبضها ماجر قبضها المده قليله، لكن ما عندوش عبقريه، ما ينغيان دو جيني كيما يقول لك، تخل بدا يفرق بين اللاعب المحلي واللاعب المولود في فرنسا او المغترب، فكسر ليكيب، الى بريزي ليكيب، الى بريزي لا ميم ايكيب، لي ميم جوور، لي 22 جوور، كسرهم. il n'a rien foutu، il n'a foutu que de la merde،
لكن شاءت الأقدار. سيت ان اكزومبل تري فور لازم تفهموه. جاب الماضي أول شيء قلع هذيك الأنانية من اللاعبين، حطهم سور لو ميم لافل في نفس الأفق، خلاهم يحبوا بعضهم بعض. سي با لو فات كو تراك جاي من انجليز ولا من امريكان ولا تتكبر على اخوك اللي في الجزائري، نو قلعها. تقدم راك تخدم في الوطن، لازم تبغي اخوك في الوطن، تلعب للوطن، وريني شا عندك للوطن. حب اخوك، حب اخوك، تتوحد، ولما تتوحد تو ديفيان فرونس une force, je veux dire. Quand tu deviens une force très forte, vous allez frapper fort. Et vous allez gagner 32 matchs. Ou l'Inch'Allah, 40 matchs. Vous allez les gagner. Le miracle, c'est fait. Il faut le hop. Il s'en est brûlé au fillah. Il brûlé, bichi siado. Il brûlé, bichi kono, un ensemble. Un ensemble, l'imef t'ferrakch. لو كان هذا ليكزومبل اون اريف ا لو كومبروندر و جو سوي اون تران دو فير بوكو دو شوز، لكن غير الوقت شويه كيما يقول لك ما يساعدش كثير، لكن الويب سايت وكل شيء راه واجد باش نديرو هذا اللوبي. واللوبي للشعب، الناس اللي بغوا يختاروا يكونوا في المجلس تاعو، مجلس تاعو، حتى ما يقولش انا مختار نتحكم فيه ولا كلك شوز كوم سا. نجمو تخترعو 5-6 تاع الناس في كل مهما كانوا في بلدان العالم، تختاروهم حتى يكون ليهم هما اصحاب الامر، يعني اللي هما يكون ليهم النظره يعني ديريكت باش يشوفوا هذا اللوبي غادي يوصل لاي حد. حتى لو نو في فكري يعني فيه ناس اللي نقدر نتكلم عليهم، لانهم ما سرقوش الجزائر، ما قتلوش من الجزائريين، ما نهبوش، ما تآمروش، ما بغاوش السلطه، وعمرهم ما يبغوا السلطه، يبغوا غير نصره الشعب. وناس عايشه على حسابها، ما همش اغنياء، ما همش فقراء، لكن احرار، يبغوا الشعب. إذا كان تبغوا نقترحهم وتو ما تفوتوا عليهم، قال وي اون اكسبت سي جون لا، لأن المصلحة العليا للجزائريين واللوبي هذا اللي نخلقوه في الخارج إن شاء الله ربي، جو بونس فغيمون نأمن اللي نبغي خوك فقط، بغي خوك وقدم في حياتك. كيما نقول حنا كارما نقول حنا حاجة ديرها تخير، تصيبها في ولادك، تصيبها في الأجيال الجاية، تصيبها أنك تخدم بلادك. عيب. Les Algériens en France par exemple sont plus de 6 millions. ما عندنا حتى قوة، كله مزربع مفركت. في كندا، في أمريكا، هنا في أوروبا، في إيطاليا، في إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، مفركتين. لأن النظام نفسه يبغي هذيك التفرقة ما تكونش فيها محبة، ولما ما تكونش فيها محبة ما تكونش فيها لينيون، ما تكونش فيها الوحدة. وهذا هو اللي خدموا عليه، لازم تعرفوا سي دي شوز تري سامبل. بغوا بعضكم بعض، شاركوا بعضكم بعض، ساعدوا بعضكم بعض، ابنوا قوة لأنكم قوة. وإن شاء الله سيكون فيه الجديد يعني القريب، يعني ما كيني با تري لوان ان شاء الله، ما با ان سيمان ندورو ان فيديو ان شاء الله ونفهمو فيها الامور كيف تمشي. وخاصه الاشياء لازم تكون ترانسبارونت، انا سو كو جو فو بار لا ترانسبارونس. قال يكون ستيتمنت، بنك ستيتمنت كيما نقولو حنا، الاشياء البنكيه اللي تدخل بالدورو بالمليون كما نقولوا بالدور، دولار ولا اورو ولا اللي يدخل، لازم يشوفوا الشعب من اليوم الاول. والله الدغنيه
لو موا باغ اكزومبل يرسلوا ستيتمنت، ستيتمنت يرسلوه لينا رانا نحطوه، رانا نحطو ستيتمنت نديرو اتاشمنت ورانا نحطوه باش يعرفوا الشعب شارح دخل، شارح دخل. وكل مشاركه تكون من اجل الجزائر، وان شاء الله ان شاء الله اننا نرجع قوه، نرجع قوه حتى ننصر الجزائريين اينما كانوا. وحتى ان شاء الله اذا كان اعطانا ربي القوه ومساعدتكم انتم كلنا نشاركوا في هذا الامر، يكون لنا بنك، بنك جزائري في الخارج يساعد كثير، يساعد المريض لما يجي من الجزائر، يساعد الجزائري الموجود في فرنسا ولا في كندا ولا باش يبني سكن او ياخذ قرض ياخذه. نبني قوه لنبني الجزائر في المستقبل ان شاء الله، نبني مستشفيات في الجزائر، لان عيب عيب. انا لي زوبيتو اللي خدمت فيهم لي زاني 85 و80 حتى 88 ما راهمش لي زوبيتو، ما راهمش زوبيتو، ما رجعوش لي زوبيتو، ما رجعوش، ولو مزبالات. علاه ما ندوروش ان اوبيتال لي زيميغا كي يروحوا يهودوا الجزائريين يدووا فيه باطل، لي زالجيريان نتكلفوا بهم في الجزائر ونخلوا اللي يدفع الا اللي عنده اموال يقدر، لكن البسيط ما نحبسوش لانه ما نحاسبوش لانه ما عندهش الا غالب. لكن تكون مستشفيات وين يدخل فيها الانسان يعالج مش يمرض ومش يموت، لازم نعرفوا هذا الشيء. اذا كان قدرنا نعملوا هذه الاشياء رانا حققنا الكثير، نشاركنا في بناء الجزائر، لكن شاركناها في بناء الجزائر احنا اللي شاركنا فيه، ما شاركناش فيه النظام. النظام عمل على تكسير اشياء في الجزائر، على تكسير وحدة الدعوة، على تكسير المحبة، على تكسير كرامة الشعب. هذا اللي عمل عليه، احنا لازم نحيوه. هذا اللي بيت نقولها لخوتي، جو مسكوش بوغ سات فيديو، غير ساعدونا في هذا الامر ان شاء الله، لان كل شيء كيما نقول كارما، كارما تصبوها عند اللي تديروها ان شاء الله ربي يجعلكم فيها التوفيق، نجاح في ولادكم، نجاح في مشاريعكم، نجاح في كل شيء، حتى ترجع الابتسامة للإنسان مسكين ولا سكان مسكين غلبان عليه اللي ما عطاتوش الفرصة هذا النظام في الجزائر ولا عطوه فرصة احنا. هذه غير الابتسامة تاعو عند الله تلقى بها حسنات. هذا اللي بيتو نقولو، احنا رانا عايشين اون في مام ندير اون بو دير لا بيلفي، لكن صامتة كي تشوف الجزائري داير الدالة على البطالة، صامتة. شوف الناس مش قادرة تخلص دراهمها اللي خدمت عليهم، راكم كونوا مع الجزائر. تحية الجزائر، السلام عليكم.